الذهبي قال: قال الشعبي: رأى علي رضي الله عنه طلحة وقد سقط على الأرض فبكى علي رضي الله عنه، وقال: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا في هذه الأودية تحت نجوم السماء. ثم قال: إنما أشكو إلى الله عجري وبجري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة: هذا منهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وطلحة يوم الشعب آسى محمدا، يعني ده يوم أحد. وطلحة يوم الشعب آسى محمدا لدى ساعة ضاقت عليه وسدت، وقاه بكفيه الرماح فقطعت أصابعه تحت الرماح فشلت. وكان إمام الناس بعد محمد أقر رحى الإسلام حتى استقرت. والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى في مدارسة هذا الكتاب، أو في تصفحه والاستفادة منه، وهو كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا مع سيرة الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إن شاء الله تعالى في هذه الليلة نتناول بقية العشرة المبشرين بالجنة، ومن هؤلاء العشرة طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. الوقفة الأولى مع سيرته هو طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. نقف الوقفة الأولى مع اسمه رحمه الله تعالى، طلحة ابن عبيد الله. أمه الصعبة بنت الحضرمي، وهي أخت العلاء المعروف ابن الحضرمي. أسلمت وأسلم طلحة قديما كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. أما صفته رضي الله عنه، وهذه الوقفة الثانية، كان آدم لم يكن أبيض اللون، وإنما كان آدم اللون كثير الشعر، كان شعره كثيرا رضي الله عنه، ليس بالجعد القطط ولا بالسبط. الجعد يعني المتعرج، يعني لم يكن كثير تعرج الشعر. الجعد القطط، الجعد المتعرج، والقطط شديدة التعرج، لم يكن كذلك. ولا بالسبط أي المستقيم، الشعر المستقيم، وإنما كان وسطا. قال ابن الجوزي: حسن الوجه، كان وجهه حسنا رضي الله عنه، جميلا دقيق العرنين. العرنين أي دقيق عظمة الأنف، لا يغير شعره رضي الله عنه، يعني لا يصبغه، إنما كان شعره على ما هو عليه. إنسان شعره يكون أسودا، أسود اللون، ثم إذا كبر يصير أبيض اللون، أي بذلك الشيب، وهو رضي الله عنه لم يكن يغير شعره. الوقفة الثالثة، كان له أولاد رضي الله عنه من البنين والبنات، عنده 15 ولد من ابن إلى بنت، ومن زوجاته أم كلثوم، وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه. من أبنائه محمد، وهو المعروف بالسجاد، وقتل مع طلحة رضي الله عنه في يوم الجمل. ومن أبنائه عمران، أم محمد
وعمران حمنة بنت جحش، وهي أخت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبنائه موسى، ومن أبنائه يعقوب قتل يوم الحرة، ومن أبنائه إسماعيل وإسحاق، ومن أبنائه زكريا ويوسف وعائشة. زكريا ويوسف وعائشة أمهم هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ومن أبنائه عيسى ويحيى، ومن أبنائه أو من بناته أم إسحاق، ومن بناته الصعبة سماها كاسم أمه، ومن بناته مريم أيضا، ومن بناته ومن أبنائه صالح عليهم رحمة الله جميعا. الوقفة الرابعة مع مناقبه رضي الله عنه. طلحة ابن عبيد الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم أصيب يوم أحد، ومما أصيب به أنه كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه، وسال الدم منه. وفي بعض الكتب أن يهوديا يقال له عامر اليهودي حفر حفرا وغطاها، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة من تلك الحفر، وأن الكفار لما حملوا على النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين كان ممن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس، وهكذا بقية الصحابة منهم طلحة ابن عبيد الله. بل الحديث الذي في مسند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أن طلحة رضي الله عنه برك، هكذا قال عبد الله بن الزبير، برك للنبي صلى الله عليه وسلم، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره وهو يصعد به جبل أحد ويدافع بيده حتى قطع إصبعه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، أوجب طلحة. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع وكما في السلسلة الصحيحة، هو حديث حسن بين الحسن والصحيح، يراجع كتاب صحيح الجامع الحديث رقم 2000، في الحديث رقم 2540، وفي السلسلة الصحيحة برقم 45 و900. قال أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، لازم الموضوع انتهى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك كله يوم طلحة، يقول ده يوم طلحة ويوم أحد. قال أبو بكر رضي الله عنه كنت أول من جاء يوم أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي عبيدة ابن الجراح. أبو بكر وأبو عبيدة أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أثناء المعركة، المعركة بدأت ثم توقفت ثم واصل الناس في القتال، فلما جاء أبو بكر وأبو عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنهم عنه وعن طلح وعن أبي عبيدة قال عليكما، عليكما يريد طلحة وقد نزف، يعني اذهبا إلى طلحة فإنه أصيب. قال فأصلحنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفار فإذا به 70 أو أقل أو أكثر، كم 70 ضربة؟ قال بين طعنة وضربة ورمية أصيب في جسده.
وإذا قد قطعت إصبعه قال فأصلحنا من شأنه. يعني شوف من مكانة الرجل ده ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم له ومن عطفه صلى الله عليه وسلم به أرسل إليه رجلين من أعظم الرجال، أرسل إليه أبا بكر وأرسل إليه أبو عبيدة. وديل في سير أعلام النبلاء قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يعني كلهم أصحابي لكن أكثر ثلاثة بحبهم ابن مسعود قال أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عن الجميع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل هذين الصحابيين وهما من أكبر ومن أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إصلاح شأن طلحة رضي الله عنه لما أصيب. من مناقبه رضي الله عنه ومن البشريات التي بشر بها قال عن موسى بن طلحة، ده من أبنائه، عن أبيه طلحة بن عبيد الله يروي الحديث قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد، والحديث ده برضو ذكره الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي، في صحيح سنن الترمذي برقم 42 و900 و2000. طيب، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جاءت روايات في هذا الحديث منها ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من الذين قضوا نحبهم، أي في هذه الآية فمنهم من قضى نحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة هذا منهم، هذا منهم، هذا من الذين صدقوا الله ما عاهدوه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. قال الذهبي رحمه الله وقال ذلك وطلحة حي يرزق منهم من قضى نحبه، لأنه سيثبت على ذلك إلى الموت، نازل ما غيروا ولا بدلوا وما كانوا من أهل الدنيا كما يقول هؤلاء القوم من المضلين، بل بعضهم ينتسب إلى السنة زورا وبهتانا وهو من أهل البدع كمحمد مصطفى، ذول مبتدع. أسى هنا ود النهر ده قال لي طلع تسجيل جديد، قال له واحد قال لي وعفي لي أنا كنت بقول أنت مبتدع لكن ابن عثيمين ولا واحد من العلماء، وش هو ابن عثيمين ولا شنو؟ قال ابن عثيمين رحمه الله قال الزول المتأول ما يبدع كلمة نحوه، قال لي أنا ما متأول، أنا ده الحق ذاته اللي بقوله، ده حق عديل كده، حق يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفهم بأنهم تقاتلوا من أجل الدنيا، ويجي ذاك العدس يقول ده متأول، ها كسر لهم في راسه جت، قال لي أنا لا متأول ولا ده الحق ذاته، قال وقال لي لا بعفي لك ولا شيء، والله زول بتاع لخمة. والإمام أحمد قال عفوت عن كل من ظلمني إلا أن يكون من أهل البدع، ده ما بعفي لك. والإمام أحمد بعد جلده وضرب وأخرج من السجن بعد مات المعتصم والمأموم، وقبلها المأموم والمعتصم وجاء الواثق وبعد أن عذب قالوا عنه أصيب بداء تحت خصيتيه من الضرب، يعني أصيب حتى الدم حقن في موضع مؤلم جدا، فكانوا يأتون بالمشرط فإذا وضعوه في جسدي وتألم قال اللهم اعفو عنه، ذا الزول العزبني اعفو عنه، وذا قال له ما بعفو، وذا طعن فيك وذا ذاته تراجع، ده ما صح التراجع بتاعه، ذا زول مبتدع خالف
أهل الحق في أصل من أصولهم كما في مختصر السيرة. أجمع أهل السنة، قال ابن عبد الوهاب، أجمع أهل السنة على عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة، وأن معاوية لا يذكر بالسوء رضي الله عنه. ده إجماع، خالفت الإجماع ده أنت مبتدع، ده أصل من الأصول. طيب شفنا الصلحة رضي الله عنهم، وانظر إلى زهدهم بعد شجاعتهم وقوتهم. قال ابن الجوزي رحمه الله عن سعدة بنت عوف، دي زوجة طلحة رضي الله عنه، دي من زوجاته، قالت: دخل علي طلحة ورأيته مغموما. زوجته قالت دخل علي وشفته مغموم، رأيته مغموما. مغموم ليه؟ بسبب الغلا، بسبب الفقر، بسبب الدنيا؟ لا، العكس تماما. شوف الغم، شوف الصحابة بيتغموا من شنو، وشوف نحن بنتغمى من شنو. قالت: دخل علي طلحة ورأيته مغموما فقلت: ما شأنك؟ الشيء جاب لك الغم ده شنو؟ فقال: المال الذي عندي قد كثر. قروشي كترت، قال ده جاب لي الغم. قال: المال الذي عندي قد كثر وقد كربني، جاب لي الكرب. فقلت: وما عليك؟ أقسمه. إذا تزوج صالحة قالت لن قسم، والله إذا لو مرة من نزواننا ذي إلا من رحم الله، يقول لي أخ بتاع الكارة كل يوم جايب العدة وفي طقم بتاع شنو وفي حلل جديدة وفي شنو، يا مرة في وقت لحلل؟ طيب لكن ذيك شوف المرأة ذاتها هم زوجها وهم رضا الله سبحانه وتعالى، دارت تزيل عنه الغم، والغم بسبب المال قال كتر. شوف ساعدته في إزالة الغم، قالت لي: أنا بقسم معاك. يا أخي دي زوجة عجيبة مرة واحدة، الله يزوج لنا زيها. طيب قالت: أقسمه. قال: فقسمه حتى ما بقي منه درهم، كل قسمته وهو قسم معه، قسم القروش هو وزوجته رضي الله عنهما. طيب قال طلحة بن يحيى: فسألت خازن طلحة كم كان المال، فقال: 400,000. 400,000 قسمه، 400,000 درهم قسمه هو وزوجته. طيب وعن الحسن أن طلحة بن عبيد الله باع أرضا له من عثمان، عثمان رضي الله عنه اشترى من طلحة أرضا ب700,000. 700,000. طيب قال: فحملها إليه عثمان رضي الله عنه، حمل المال، أو الحسن جاء بالمال من عثمان إلى طلحة رضي الله عنهما. قال: فلما جاء بها قال طلحة يخاطب نفسه أمام الناس، أمام من حوله، قال: إن رجلا تبيت هذه عنده. 700,000 تبيت معه. إن رجلا تبيت هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله، يمكن يجيه الموت بالليل، فالنازل آمال قصيرة. قال: إن رجلا تبيت هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله لغرير، لغرير بالله، يعني غره بالله الغرور. قال: فبات ورسله تختلف بها في سكك المدينة حتى أسحر. أسحر يعني شنو؟ جاء وقت السحر، يعني الصبح ما جاء، بس الدعاء بالليل. قال: حتى أسحر وما عنده منها درهم. 700,000 قسمه، بس مما جابوا له بالعصر بالنهار بالليل ما خلاه للسحر، كله جاء السحر وزع كله، بس من الدول إلى وقت السحر. طيب وعن سعدة بنت عوف امرأة طلحة بن عبيد الله قالت: لقد تصدق طلحة يوما ب100,000
ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد أن جمعت له بين طرفي ثوبه. قال الأخر ما يمشي صلاة الجماعة بدري، هم بيمشوا وبيحرصوا ما تفوتهم صلاة الجماعة. قالت الأخر كان بيوزع في الكروش، ولما وزعه وجا البيت قالت الأخر أني جمعت له بين ثوبي، يعني شدة ماهن ذات صغار هدومه أنا بجمع لفين، ويحرص على أن لا يظهر شيء من عورته من قلة ثيابه، وهو يوزع 100,000 في يوم واحد. ما زي الزهاد رضي الله عنه. طيب وفاته رضي الله عنه، ابن الجوزي رحمه الله ذكر أن طلحة قطع إصبعه في رواية، وفي رواية قال قطعت إصبعاه، يعني الاثنين. والذهبي رحمه الله أثنى على طلحة ثناء عطرا حتى قال قاتل طلحة كقاتل علي في الوزر، وقال عنه قال قيل عن طلحة وطلحة يوم الشعب آسى محمدا، يعني ده يوم أحد، وطلحة يوم الشعب آسى محمدا لدى ساعة ضاقت عليه وسدت، وقاه بكفيه الرماح فقطعت أصابعه تحت الرماح فشلت، وكان إمام الناس بعد محمد أقر رحى الإسلام حتى استقرت. طلحة رضي الله عنه قتل يوم الجمل، خرج ليصلح رضي الله عنه، وخرج يطلب دم عثمان رضي الله عنه، كما قال ابن كما قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. فلما هاجت الفتن خرج من الموضع الذي فيه القتال أو كاد يكون فيه القتال، خرج فجاءه سهم غائر فأصابه، قال ابن الجوزي رحمه الله في حلقه، وقال الذهبي رحمه الله في ركبته، وقال غيرهما في فخذه، فغار منه عرق فسقط فمات رضي الله عنه، من أشجع الصحابة، لكن لما رأى الفتنة خرج لا يريد أن يقتل مسلما، فأصابه سهم غائر. فلما قتل رضي الله عنه جاء علي رضي الله عنه، قال الشعبي جاء علي، والشعبي من أحفظ الناس، قال ما كتبت سوداء على بيضاء، يعني أنا ما بكتب ذاته بحفظ بس، قال ما كتبت سوداء على بيضاء ولا حدثني رجل حديثا فقلت أعد علي، بحفظ طوال لو الحافظ، ونقل الحدث ذا، والكلام ده نقله عن الشعبي ابن خثيمة النسائي رحمه الله في كتابه العلم بتحقيق الألباني، إنه الشعبي قال عن نفسه هذا الكلام في الحفظ. الذهبي قال قال الشعبي رأى علي رضي الله عنه طلحة وقد سقط على الأرض وقد مات بسبب هذا السهم، قال فبكى علي رضي الله عنه وقال عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا، هكذا في هذه النسخة، في بعض النسخ مجندلا، أن أراك مجدلا في هذه الأودية تحت نجوم السماء، ثم قال إنما أشكو إلى الله عجري وبجري. علي رضي الله عنه يقول لك الصحابة بيناتهم، وده علي رضي الله عنه الذي خرج طلحة ليصلح وخرج يريد دم عثمان. لما مات ولما قتل رضي الله عنه وهو شهيد، وهو شهيد كما ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال إنما أشكو إلى الله عجري وبجري. قال الأصمعي عجري أي سرائري وحزني الذي يموج في قلبي. اتألم رضي الله عنهم وأرضاهم، قتل طلحة رضي الله عنه في يوم الجمل، وكان يوم الخميس
لعشرة خلون من جماد الآخرة سنة 36 رضي الله عنه وأرضاه.